دي التوربينات اللي بيخرج من خلالها المايه فبتولد الكهرباء. بص هم 12 توربينه، كل توربينه بتستخدم عينين بس، يعني دول عينين هم 24 عين عدتهم. تطمننا على السد العالي والحقيقه بتاعت السد العالي في الوقت الحالي. لا لا، هو السد العالي منشا يخص المصريين كلهم مش يخص شركه المحطات المائيه. والنظام اللي اتعمل في المشروع نفسه ان اللي بيتم تعيينه بيشتغل بيدخل مدرسه اسمها النساء نحافظ على المنشاه ده. محطه تم تجديدها بدعم من وزاره الكهرباء والطاقه متجدده شركه القابضه كمحطه كهرباء. الانظمه الوقايات تحكم احدث تكنولوجيا بتشغل محطات التوليد دلوقتي مستخدمه في السد العالي بالتعاون مع شركة مصرية للنقل برضو خطوط اللي هي طالعة عند المحطة بتم صيانتها. وبرضو برامج الصيانة شغالة 10 على 10 إن شاء الله بإذن الله يعني اتحافظ عليه كل السنين دي وبإذن الله هيستمر. هل بيعمل السد بكامل طاقته؟ السد العالي بيعمل بكامل طاقته وإن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بإذن الله هيستمر بالحال. المنسوب خلف السد زي الفل الحمد لله ما فيش أي مشكلة. فيش أي مشكلة فيه ومطمئن وإحنا ملتزمين بالحصة المائية بتاعتنا من ناحية التصرف وفي نفس الوقت بنستفيد من كل نقطة مياه طالعة من السد العالي في توليد كهرباء.